20 عام 30 عام وطلقوهم وصبحوا فيهم وخانوهم. انت مازال اتلقيتي مع ذاك الشهر اللي فات؟ التليفون، اعطيني الكود، هل انستغرام، عم كتهضر بريفي، هرن هرن هرن. الطياره ما دام غايب المهل كيتكلبوا دنجال. شحال بدات مع الرجال غيتا داك اللي تاي يبقى وهي يعطيك السر. هذا شاي لا تكلم موضوع اختي الحكومه، يا بشويه عليا اختي الحكومه كتعجبيني كتفكريني وكتنبهيني، انت هي المنبه ديالي، انت هي الريد بول. المهم شديتي كيتعامل معك مزيان، كيتصرف معك، وعيالات مزوجات كنعرفهم انا، مزوجات بنات برجال عندهم الفلوس وعارفه كل ليله خارج كيسكر وكيقصر وداكشي وعارفه كيمشي صافي، هي عايشه بخير، رضعت بالامر الواقع. ولكن هي شنو كتبكي فين؟ كتبكي في الفيلا. الله اكبر يا رب تعفو علينا. كتبكي فين؟ في الفيلا. حتى الا بكات كدير داك الكرسي الهزاز وكتبقى تبكي حدا لابيسين وكتسمع، كتسمع شنو؟ سامحتك سامحتك سامحت، واخا تهزهز حدا لابيسين. ماشي بحال واحد كيخرج يضرب الروج وتجلس مسكينة تبكي فين؟ حدا البير اللي كتسقي منو الماء. تري غران ديفيرونس. اللهم نبكي في المالديف نبكي بيتو كوزينو، فهمتوني؟ دونك هادوك الناس مثلا انت تصاحبتي مع واحد معاك مزيان صافي بلا ما تبقى تقلبي على المشاكل، بلا ما تبقى تحفري، لا معامل كان مصاحب. دابا انا اللي كيساليو معايا كتصاحب مع واحد ودابا علاقه جديه تيقولها صافي انا غادي نتعرف عليك انا باغي نتزوج بيك، كتمشي تقلب على لي زونتيسيدون ديالك، كتمشي تقلب على صاحبتو القديمه كي دايره، كتمشي تقلب في الفيسبوك شكون معامل كان مصاحب، كتمشي عندها وكتعيط لها بحال عليا الطاقه انا صافي راه دات لك صاحبي. علاش صافي هذيك البنت مسكينه حتى هي راه بحالك بحال الكوليات، علاش كتعيطي ليها وتقول لها صافي راني كنخرج مع فلان خارج مع عبد القادر دابا؟ بوركي 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 علاش؟ انا اللي كيسالي معايا هو عنده واحد مثلا كيتعرف على وحده تيقول لها شوفي من اليوم شوفك في الزنقه الدره داك الشعر جمعي ليا وديري الدره، كاينش مكياج، كاينش نتف ديال الحجبان، كاينش الصالون، حمام مرة في القرن، الدار متخرجيش، ملي تبغي تخرجي نعيط لك، تخرجي عندي نمشيو نريحو بوزاج، مورا البوزاج الدار، شوفكش برا، نريحو أنا وياك طيطا طيط، سالينا من داركم لداري، من داري لداركم، أنا إنسان كنغير، كنغير عليك. شوف كاين رجال نحكمك، انا نحكمك وما نخليش لي يحكمك. المهم انا كنقول اللي باغي المعقول نورمالمون ما كيطولش ان غلاسيون، كيطولش. انا واخا الفيلا كنبقى نجذب باش نخوي قلبي مزيان. اختي جذبي جذبي يا اختي جذبي، ديري ديري عيساو ودير اختي تيكاسا فيلا دابيس على وليداتك، عندك راجلك رجال كلهم خوان، راه اللي عنده كيخون، اللي ما عندوش كيخون، راه اللي ما عندوش كيمشي يدبر ويتكلف وداكشي باش يمشي يقلب على شي وحده باش يخرج معاها، هادشي عادي، هادشي حاجه عاديه. نتوما باش تبقى تقول لا خاني صافي ما تشوفيش ما شفتكش، كتعامل معايا مزيان، كتعطيني مهلي في يوم مهلي في ولادك، ياك ما شفتكش بعيني صافي خويا صافي. هاو هاو اختي هي نار خيتي، بغيت كنشرب اتاي بارد بحال الحياه. قلبتيها موعظه وانيش انا خوتي ضروري البنات كيبغيو يستافدوا مني. الحكومه ديبلوكيني، علاش انا ما درتي لها شي حاجه؟ الحكام والحكام 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 والحكام. اخي انا كاينه باختو دابا نتوما ما بغيتوش تفهم واحد الحاجه. انا كيساليو معايا كتقول لك انا مصاحبه معاه 5 سنين وخاني، علاش كل خلاك اختي تصاحبي معاه 5 سنين؟ 5 سنين كون درتي شي جريمه نصب واحد تيا كنت شديتي 5 سنين عليها وخرجتي حسن ليك، 5 سنين وانت مصاحبه مع واحد؟ تخيلوا العام فيه 385 يوم، بزاف سانكو ما عييتيش منه، ما عييتيش بقى مقومه كل نهار كتشوفيه. او
كيقولوا ليهم حيدوا التصاور من الفيسبوك. لا الحكام ويلي اويل، ولا لا كيسالوا معايا اللي كيتصاحبوا في السوشيال ميديا، هادوك صافي سالاو معايا، هذاك كيتصاحب معاها في السوشيال ميديا، كيلقاها كيقولها كوكو صافا، كيهضروا كاميرا في السوشيال ميديا، عمرو شافها، عمرو شمها، عمرو قاصها، عمرو كيتصاحبوا في السوشيال ميديا، تيدخل عندها يقول لك كوكو عجبتيني، عجبوني الفوتو ديالك، نهضروا ابل فيديو، كتقول له ايه نهضروا ابل فيديو، ابل فيديو صافا، هي طبعا الفلتر مكياج 3 دي، الشعرات خارجه مصايب سخون بستاشوار ولا بحدده، وي صافا، تا هو بحك سنانو داير الكولغات وديك الشيء، داير رويحه بابيون وديك الشيء باش كيبان زوين، كيتعرفوا تيبقاو يهضروا كيساليو معاك، كيبقى يعيط لها في التليفون، جاوبي كتعطيه الواتساب، جاوبي عاش ما كتجاوبيش، ها خارجه مع شي واحد، ها ويلا خويا انا الشيطان رجع لها خاي، راه السيده غير مسلوكه، فين شتيها انت ولا عرفتيها ولا قصتيها ولا مسيتيها ولا هضرتي معاها، اش هاد الحماق اش هاد الفطيه اختي، جاوبيني علاش ما كديريش، اه خنتيني خنتيني، انت خاينه انت غداره انت خائنه، اخويا الحماق صيفط لي تصاورك، صيفط لي تصاورك كتبولي، صيفط لي تصاورك في الكوزينه، صيفط لي تصاورك وانت ناعسه، صيفط لي تصاورك وانت كتنخمي، صيفط لي تصاورك وانت واقفه ودايره بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي، ها صيفط لي تصورتك هكا وكتبقى السيده صيفط 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 بوزيسيون، انا عند الحمام عند البودره، انا 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 انا, أنا. والسيده الكاميرا بالنهار وبالليل كتنعس ريوقها مدليين وهي انا ناعسه، فقتي مازال مشيت للتواليت، اه بزاف واش هاد الحماق، كاين شي واحد كيغير مورا في السوشيال ميديا، واش هاد التطييد، هو بنادم صافي حماق، هو هذا الحماق وصل 36 نيت والله حتى 36 يا الحماق، والله الا الحماق نيت البهلان البهتان كتخونيني قال لك، والبري فاش كيديروا له وي 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 واش كتسالي معايا كتبغي تبقى كدير راسك زعما كاينه الاف فيدال الاف فيدال، اش كتقول له وي بيبي انا راني دابا راني خارجه غادا الخدمه، بالك كتقول بيبي انا غادا الخدمه وريني صوري اللي انت غادا الخدمه، انا غادا الخدمه، هي اش كتلبس، كتلبس الشوميزه من الفوق والتحت ضربه سرواد البيجامه كتوري غير الفوق، انا غادا الخدمه، كتبين لها فاش خرجت يلاه بسلام بسلام الله يعاون، كتقطع كترجع كتحيد الشميزه كتلبس التيشيرته كتنعس كتعيط لواحد اخر، الو وين والو، انا غير في الدار ما عندي والو، ما لقيت خدمه، عندي فلوس، سرد 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 وخطيني، اخوتي ما تبقاوش تحكموا على سلوكه، ما كاينش شي حاجه مصاحبه فيها في السوشيال ميديا، انستغرام فيسبوك، واه بنادم مصاحب ملاقي فاس فاس وخارج وداخل ومدوز سنين حياته وما متفقينش، ولكن انا جو بونس بان هاد السوشيال ميديا كل واحد كيبغي يضرب على عرام، كيتصاحبوا في هاد البريفي وهاد الشيء، مثلا شي واحد في المغرب شي واحد في اسبانيا تيبقى على الحب الغرام، وندير لك ونفعل لك ونترك لك ونشوفي وجلسي كسب الدار ما تخرجيش كتجيني الغيره عليك، تيكولو ضروري اي حاجه عندها واحد لوبجيكتيف، عندها واحد الهدف باغي يوصل له هذاك الشخص او لا ديك البنت، داك الولد ولا ديك البنت، يكون كيهضر مع شي وحده في اسبانيا طان 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 طان، كيبقى يطول معاها يلا، وكيبقى عليها شوفي انا راني الرجوله من الطفوله وانا وشو ما ينقصك معايا حتى شي خير، وانا برزقي علاش هادشي كامل باش دير له الاوراق باش يتزوج بيه، باش دير له الاوراق باش يحزق يدير فرورو الخارج، فوق دير له الاوراق يدير فرورو الخارج، كيدير لها هي الفرورو وكيولي شي فرورو على فرورو تيولي الفرور شي مصالح، انت فهمتي البنت عاوتاني لا ميم شوز، البنت كتلقى مع شي واحد غير بالهضره بالتليفون، علاش اما فلوس اما شي حاجه، دونك مستحيل يكون لاموغ في السوشيال ميديا، واحد ما شايفاهش بحال دابا انا شي ناس كيدخلوا عندي بريفي، انا كنبغيك غيتا انا كنحبك غيتا، واحد قال لي نتزوج بيك كاع خويا بنادم راه العشره، راه خصك تهضر مع بنادم، راه خصك تناقش معاه، راه خصك تشوفوها كاش حمن ولا حمان، كاميرا راسها كاش بابال دو شوز، بحال دابا نقولوا دوك اللي كيبقاو ينوضوا يتصوروا في سناب شات وانستغرام، كوكو لي في انا في الطياره بزنس كلاس، انا رايحه للمالديف، انا غاديه للمالديف البنات، اه اه اوكي الدراسه الي كونتونت، قال انا فرحانه وهذا واحد الساك فندي ولا بربري ولا شي حاجه وفرحانه، وكتبين البنات اللي وراء الشاشه اللي عمرهم 15 16، انت انفلونسوز انت هي كتاثري على هذوك البنات، دوك البنات عمرهم 15 16 المراهقات اللي طالعين تيقولوا شوفي على حياتك عايشه بخير وعندها الفلوس وعندها، شوف ربحات غير من هذا الشيء،
كيخرجوا هذوك البنات كيمشيو كيدخلوا التيك توك كيمشيو كيشطحوا في بزاف د الحوايج باش علاش باش يديروا الباز باش يتشهروا باش يوليوا بحال هذيك الخيتين اللي البنات نقول لكم دابا اللي في عمركم 15 16 عام البنات الصغار يقدروا يكونوا كيتابعوني المراهقات حتى البنات الكبارات اللي كيشوفوا مثلا كانت في الدار ولا شي حاجه هادشي هذا الميساج ديستيني لكل شيء راه هادوك اللي كيبقاو يبينوا السيكان ومسافرين وديكشي راه كاين شي حاجه فيها الكواليس ويقدر دوك السيكان يكونوا كلشي مدرحين في تركيا راه كيديروا غير شحال كيديروا 100 درهم صاك ديال الغوتشي تشوفيه تقولي غوتشي غوتشي راه بودره وغير الافلام واللي غاديه في الطياره والمالديف وديكشي شكون اللي ياخذ ديك خدره الطياره وديكشي خصك تشوفي ما وراء الكواليس يقدر هذيك خدره الطياره شي واحد مخنفار شي سعودي عنده هكاش لاغمو شي خامز صابرة على داك الخنز باش علاش باش تصور قدام الناس باش تبان باش تقول انا كلاس وانا عندي الفلوس البنات الله يسهل عليكم ما تبقاوش تاثروا باي حاجه كتشوفوها في السوشيال ميديا راه هادشي كلشي غير كذوب كلشي غير كذوب اش انا خرجت لكم خرجت لكم انا هكا شعري مجموع ما نوريكم لا بربري لا والو الطوموبيله كنت صايقه شفتوها ماشي ديالي ديال صاحبي ها انا خوتي نيشان واحد يكون صريح ما تبقاوش تاثروا اللي بغى يوصل شي حاجه كيمشي يقرا وكيمشي يخدم على راسه قراي وخدمي على راسك باقا صغيره في عمرك 20 في عمرك 19 اللي ما قرياش في درتي صنعه اللي قرات كمل قرايتها جدات الباك تكمل قرايتها سيروا خدموا خدموا على راسكم ديروا مستقبلكم ما تبقاوش تعمروا راسكم بالخوا الخاوي هذاك الشيء غير تخربيق تخربيق في تخربيق الدراري حتى هما لا ميم شوز ما يغركمش الغوب وتبقاو تشوفوا الناس الدراري مصورين بالبياس وسهرانين وسكرانين داك الشيء راه غير تخربيق حتى هما الدراري الدراري حتى هما لي زادوليسون في عمركم 17 18 عام قرا على راسك اولدي ماشي يطلع اي واحد يقول في السوشيال ميديا ولا ما كاين والو في البلاد ولا ما لقيناش خدمه في البلاد كاين الخدمه في البلاد كاين الخدمه في البلاد كاين القرايه في البلاد الحكومه عطاتنا التدريس والتعليم فابور يعني نتايا غادي تمشي تقرا فابور قرا شد دبلوماتك قبض مونسيون ديالك وسير خدم ماشي نتايا غير تسمع واحد قال ما كاين والو هنايا صافي راه ما كاين والو ما كاين والو صافي انا فقدت الامال انا ما عنديش انا دارنا ما بحالهمش انا ما قريتش انا ما تعلم صنعه سير دير ليستيا دير لو اف بي بي تي راهما فابور تعلم الميكانيك تعلم الكونتريسيان تعلم صنعه في يديك ماشي صافي واحد قال ما كاين والو صافي كلشي ما كاين والو ما كاين والو صافي صافي الدنيا كحله تحت كحله ما كنشوف والو غنمشي نتقرقب ولا نمشي نسكر ولا نمشي لا البليه خايبه البليه كتقبطك كتلوي عليك البليه هي اللفعه اللي كتقشك في عنقك يعني ما كتقدرش صافي ملي كتبلى ما كتقدر دير والو ما كتقدر لا تخدم لا كتبقى تفكر غير ديك البليه نجيب فلوس نديرها علاش انا نربط راسي بشي حاجه خانزه كاين القرايه فابور سير قرا فابور شد صنعتك اللي ما قراش يمشي يدير التكوين يدير صناعه في يديك خدم دبر نهارك جمع شويه د الفليسات راه 100 درهم الا جمعتيها غير في الشهر ولا نقولوا غير في السيمانه راه انت تلقى تحت منك فليسات ممكن دير بها مشروع صغير كيولي متوسط كيولي كبير يعني دو سويت هاد المخ هذا اللي كتخدموه في التحرانيات خدموه في شي حاجه اللي تفيدكم ماشي تخدموه باش تقرقبوا باش تهلوسوا باش تنساو ها انت تهلوستي ها انت نسيتي من بعد انت هي كتبقى في لو ميم بروبليم الا تهلوستي ولا تقرقبتي انت كتبقى في لو ميم بروبليم المشكل ما كيتغيرش شنو هو القلاوه خويا اللي فابور ها وماشي بحال دابا هاد الكيدار هذا دابا ماشي بحال هذا بحال هذا مدمر دابا بحال هذا مدمر هذا هو اللي كيخرج على عباد الله شنو خويا الدوله ماشي فابور ما قريناش حنا فابور انا قريت فابور في الدوله العالم قرا فابور وسير اخويا دخل سوق راسك الا كنت يا مريض يا وجه الكاميرا هكا هضر بموضوع قالك اش ماش من لي فابور يا السبرديله الشباب ديالنا مطورين حنا المغاربه تبارك الله مطورين فيما نخشيوهم نلقاوهم المغاربه فيما نخشيوهم نلقاوهم تبارك الله راه مشينا للصين لقيناهم الصومال تلقاهم تما تيبيعوا القشور ديال الدلع وديال البتق الصوماليين تيقولوا شوف هذه السلعه نقيه جايه من عند ولد رقيه راه مطورين المغاربه اذكياء يعني يمكن لهم يوصلوا خدم هذا تنجح بلاص ما تخدموا في التحراميات ولا مشي نشفار ولا نشد الفلوس بالساهل ولا شي حاجه خدم انا ما قاريش انا ما خدامش ولكن خفيف مطور كنوض بكري وداكشي نوض نتعلم لي شي حريفه تكلف وداكشي ندير
قلبك حجرة، نوض نخدم، ندير شي صنعة في يديا ونمشي نخدم. كلشي كيبدا من الزيرو. ما يمكنلكش انت يا مقاري ما والو تمشي تولي وزير، ما يمكنش. انت ما قاريش طان تولي ملياردير، ما يمكنش، ما يمكنش اخويا. الناس كيبداو بشويه بشويه، هادوك اللي واصلين حتى هادوك بداو قراو، قراو في الدوله. كاين شي ناس انا كنعرفهم قراو في الدوله واصلين ان شاء الله عليهم، خدين مناصب كبيره في الدوله، قراو داروا واحد لا فورماسيون، تعذبوا حفوا عينيهم، قبطوا الطرقان، وغاديين بشويه بشويه باش توصل تبارك الله لذاك المنصب. راه ما يمكنش يجي داك الطاق يحطك في داك المنصب. اه محد مازال بصحتك ما تقولش مستحيل، ومحد مازال نفسك تطلع وكتهبط فيك، مازال هناك امل، ومازال ربي ما كيسد بابك، كيحل بيبان، كيحل ابواب. فاش خدامه غيتا اختي سهام، ماشي شغلك فيا انا فاش خدامه، انتيا ديري مستقبلك وسيري خدمي، وماشي شغلكم انا فيا. انا وحده انفلونسيز كنطلع كنهضر في مواضيع باش تدخلوا ليا في الكيلوت ديالي. نو ماشي شغلكم، ماشي شغلك، ليس هناك شغلك. المهم انتما كما قلت لكم الدراري، اتمنى بان هاد الميساجات ديالي يكونوا وصلوا لكم. وبالنسبه للبنات هما النصائح اللي كنصحكم، لالا غيتا كتنصحكم نصائح مهمه. شكرا بزاف تيا كديري كتفعلي وكتنصحي فينا. اها بابلو يلا باي باي. ما لي شوفوا اللي ما كيعجبوش اللايف ديالي، اللي ما باغينيش بلوكيوني، انا بلوكيوني، انا بلوكيوني. ها هو شي وجه الكاميرا شنو كتب، شوفوا كي يعبر على المستوى ديالو. دابا هذا فين تلقى خدام؟ وجهو كي الكاميرا، وجهو داير كي 8، عنقو طويل، لابس كوستيم، تحت منه شنو؟ تحت منه كول مونطي. هذا شنو غادي تسني منه؟ اللي قال لك حنايا ما كايناش القرايه، ما كايناش القرايه بالفلوس في المغرب، ما كايناش القرايه فابور في المغرب. هذا شنو كتنتظري منه؟ هذا ما تنتظري منه والو. هذا وجهه برديله. كنشكرك بزاف على التدخل الحماري ديالك وجه الكاميرا، وتنقول لك راه الصهد سرحي ديال الكولمونتي. الكولمونتي ما كيتلبسش مع الكون ستيم، كيتلبس مع الشوبيز اللي هي لا شيميز، وكدير معها لا كرافات. سمعتيني؟ يلا وجه الكاميرا، انت انسان فاشل عال على المجتمع في المغرب، ما كتفيد بوالو، عندك فمك خانز قادوس، حتى هو اللي عنده المعدنوسه خانزه لداخل لاويه، مازال ما خرجاتش بشحال هادي. غندير لك حيد لك الابانكلي لحقاش انت عبرتي على المستوى ديالك. ربعة الصباح لي زامي ديالي، ميرسي بوكو. انا جو كيت باسكو جو سورت. انا عليكم، وكنتمنى اللايف ديالي يكون عجبكم، وان شاء الله نتلاقاو عن قريب.